عسلامة، مرحبا. ما يحضر لي رواحكم باش نشوفوا توا لي كلاسيفيكاسيون دو لونتربريز. لا كلاسيفيكاسيون دو لونتربريز هذيا بارتي تستحقوها حتى في التروزيام اني وشويه في الكاتريم اني اول عام، بالطبيعه تستحق هزيمه، هذاك علاش يلزمك تركز فيها بالكامل. هاي سيتي، كي نقولوا كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز عباره عن برشا انواع تاع الشركات ولا مؤسسات، خلينا نقول مؤسسات خاطر كلمه اونتربريز هي مؤسسه وهي اورجانيزاسيون ديما نعاود نقول ابوت لوكراتيف ذات صبغه ربحيه. هل الانتربريز هذايا اللي هي اورجانيزاسيون ابوت نون لوكراتيف كان تغمض عينيك وتتذكر شنو هما لي زونتربريز اللي موجودين بحذاك تلقاهم الاف. باهي، كيفاش باش نقسموهم؟ كيفاش نقسموهم؟ عباره بالضبط انا استاذ قدامي قسم في ولاد وبنات باش نحب نقسمهم المجموعات. ثم شكون يقول لك نقسم الاولاد وحدهم والبنات وحدهم، وهذا عملوها تقسيم في السبور قسمت حسب الجنس. ساعات كي نقسم يبداو عندي تروا رونجي، يعني نقسم كولا يا سيدي. المجموعه الاولى هي الرونجي على اليمين، الرونجي الوسطانيه هذيك هي المجموعه الثانيه، واللي على اليسار هذيك المجموعه الثالثه، نقسم حسب بلاصتهم ولا قعدهم في القسم. ساعات نقسمهم زاد حسب المستوى، مثلا الضعاف مع بعضهم، المتوسطين مع بعضهم، والباهين مع بعضهم، باش الضعاف نعطيهم اكزرسيس باش يفهموا بيه، المتوسطين نعطيهم اكزرسيس باهي كونسيستون، والمتفوقين فمش علاش انا هو متفوق وبرشا معناها يعرف بالكدا وانا نعاود نساله في اسئله ديبيل وبنال بالنسبه لي، هو نحاول نعطيه اسئله باش يتمكن منهم والا باش يلكسال كوا. كيف نجم نقسم؟ كان انا باش نعطيكم بروجي باش تخدموه، مثلا عندكم في الايكونومي بروجي تخدموه، نقسمكم مثلا حسب السكنه، باش مثلا في الليل المخر كي باش تروحوا، مثلا كي باش تتلزوا تخدموا في الليل المخر، هذا بيكم تخدموا في مجموعات يكونوا يسكنوا بحال بعضهم قراب لبعضهم، مش واحد بعيد على الاخر 3 4 كيلومتر، وطفله تقول لك بابا ما خلانيش، وطفل يقول لك مخر عليا وما عادش فما ترونسبور، ماذا بيا نقسمكم حسب الادريسه نتاعكم. باهي، توا الشركات ولا المؤسسات كيفاش تتقسم؟ احنا باش نقراو زوز انواع نتاع كلاسيفيكاسيون، دو كريتير دو كلاسيفيكاسيون. الكريتير الاولاني اللي هو موضوع الفيديو البارتي الاولانيه هذه، اللي هو سولون لا ناتور داكتيفيتي، وهذا شفناه قبل في لاكتيفيتي تاع احمد ويوسف. دونك لي زاكتيفيتي لهنا عندنا لاكتيفيتي اغريكول، وهذا كان ترجع شويه حتى للجغرافيا قبل كالقطاع الاول. دونك لونتربريز اغريكول هما لي زونتربريز كي اكسبلوات لا ريشيس ناتورال، هما كل شركه تستغل اكسبلوتاسيون تستغل الموارد الطبيعيه، اللي يزرع ويحصد هذاك اغريكول، اللي يربي الماشيه هذاك اغريكول، اللي يصطاد من البحر هذاك اغريكول. دونك كل ما عنده علاقه بالموارد الطبيعيه، اذا مؤسسه نتاعك قاعده تخدم في القطاع الفلاحي ينشر الشعال مثلا قطاع فلاحي، دونك يعتبر اون انتربريز اغريكول. النوع الثاني لونتربريز اندستريال. اش معناها انتربريز اندستريال؟ هما المؤسسات الصناعية التحويلية، كلمة مهمة على الاخر هي ترانسفورماسيون، المؤسسات اللي تحول المواد الأولية اون برودوي فيني، ماتيير بروميير اللي هو المواد الأولية اون برودوي فيني، هما منتوجات قادرة قابلة للاستعمال، هذيك تسمى انتربريز اندستريال. دونك الكلمة اللي حاشي بها شنو هو؟ سي لا ترانسفورماسيون. Donc l'entreprise agricole qu'on a, elle exploite la richesse naturelle. Ou l'entreprise industrielle, elle transforme les matières premières, l'eau, l'automobile, la hadith, chbeb ou bibel, en produits. فين كان نكتبت ماتيير بروميير ام بي هي ماتيير بروميير، اسكو سي كلير؟ الكلمه المهمه هي ترانسفورم لهنا ريشيس ناتوريل. لونتربريز كوميرسيال كيما كاحمد شي يعمل يشري ويبيع، دونك اشيت اي ريفون
Qu'est-ce qu'elle achète et qu'est-ce qu'elle revend? Les marchandises. إذا تشري حاجة وتبيعها من غير تحول، sans transformation، خليني نكتبها بلون آخر، sans aucune transformation. مش لازم لون آخر، باه sans transformation، sans transformation. À l'état، كيما هي، تعتبر une entreprise commerciale. بربي يا الأولاد، باش ما ننساوش. راهي لو برودوي فيني اللي باش تصنعهم لونتربريز اندستريال راهي باش تبيعهم. ما تقوليش قال لك راني نشري اللوح ونصنع موبيليا ونبيعها وكتبيعها دون كوميرسيال. لا، يلزمك تسال انت فاش قاعد تبيع. راهي اي شركه من هذوما الكل قاعدين يبيعوا، اما انت فاش قاعد تبيع؟ كانك تبيع في منتوج تشري فيه. شريت خبزه بعت خبزه، شريت حكه طماطم بعت حكه طماطم. دونك انت كوميرسيال اكو سون ترانسفورماسيون. وكان انت شريت طماطم مكعب وبدلت حكوك طماطم، شريت فلفل وبدلته هريسه وبعت الهريسه وبعت الطماطم الحكوك، دونك انت اونتربريز اندستريال خاطرك عملت عمليه تحويل. والنوع الرابع اونتربريز دو بريستاسيون دو سيرفيس، اكل مصدر خدمات. هذوما لي مارشانديز سون دي بيان، الاخرين خدمات حاجه انتونجيبل غير ملموسه. نجمو نقسموهم سيرفيس فينونسي كيما البنوك كيما لي زاسيورونس. ساعه خليني نقول هذوما لي زونتربريز كوميرسيال، دونك اسيورونس. وعندنا نون فينونسي مثلا اوتو ايكول، اوتو ايكول مثلا اجونس دو فواياج، ما عندهاش صبغه اجونس دو فواياج، ما عندهاش صبغه مالي. كلمه صغيره ونختم بها لهنا، راهو فما شكون بوتيتر اسفتكم هذوما لونتربريز كوميرسيال او دو بريستاسيون دو سيرفيس زوز يحطوهم في هاد البلاصه. دونك يسميهم اونتربريز دو سيرفيس. السيرفيس الاولاني دونك النوع الثاني الاولاني كوميرسيال، والاخر نو من حاجه انتونجيبل، دونك ان سيرفيس فينونسي والا نو فينونسي. معناها ساعات ثم شكون يدمج الكوميرسيال في السيرفيس. هذا السيكتور بريمير الاولي، هذا السيكتور سكوندير، وهذا السيكتور تيرسيير. واضحه؟ يقعد لنا توا الفورم جوريديك. الفورم جوريديك اللي هو طبيعه النشاط ناتور اكتيفيتي. الفورم جوريديك هو الشكل القانوني. هذا ان شاء الله باش نخليه لكم للفيديو الجاي. دونك يجيني يقول لي الشركه على شنو هي الناتور اكتيفيتي تاعها، تشوف اغريكول كيل اكسبلوات لا ريشيس ناتوريل، transforme les matières premières en produits finis وعاود تبيعهم، معناها تصنع حاجه تحول حاجه وتبيعها اندستريال. الكوميرسيال شكونهم؟ هما اللي يشريوا ويعاودوا يبيعوا نفس الحاجه. وعندك السيرفيس اللي هما عندهم علاقه بالخدمات الماليه والا غير ماليه. لاخر كلمه تو، نجمش شركه تعملهم زوز مع بعضهم ولا ثلاثه ولازمها تختار واحد منهم؟ لا، الشركه تنجم تعمل حتى الاربعه مع بعضهم. مثلا ناخذ اكزامبل بينيتون. بينيتون شركة كيما زارا وسيليو تاع حوايج، تصنع من الصوف تصنع حوايج، دونك سي اون انتربريز اندستريال. كيف كيف كي تمشي انت باش تشري ماريول ولا سروال صنعته بينيتون، ساعات تلقى بارفان ولا ديزاكسيسوار شركه والا حاجه، هذيك راهي تشريها وتبيعها، دونك هذيك نشاط تجاري. مالاش تعمل بينيتون؟ سي اون انتربريز اندستريال بور لا ترانسفورماسيون دو لين ou elle a des tissus en vêtements. C'est une entreprise commerciale pour la commercialisation des accessoires, parfums ou virus. Zéda fia yemette le corona qu'aada t'wassal fessela al bébé d'ar khatik kona fi confinement. Donc, ta'amel prestation de service ou les fêtes comme ta'wa le clé. S'esma Benetton عندها mazara fi Australia bta' terbit el meshia. Donc, tasna terbi l'alelj bish tekhu minhom السوف نتاعهم. ولهنا نحكيو على اون اكتيفيتي اغريكول. مال الشركه تنجم تعمل هل لي زاكتيفيتي هذوما الكل مع بعضهم في نفس الوقت. واضح يا جماعه؟ غدوه كي تبدا اكزرسيس في اونتربريز تعمل دو اكتيفيتي، تقول لي راهي سي اون اكتيفيتي اندستريال بور كيما قلنا بالضبط نتاع يوسف وفلان، سي اون اونتربريز كوميرسيال بور لا كوميرسياليزاسيون دو ماتيريال الكترونيك، سي اون اونتربريز دو بريستاسيون دو سيرفيس بور لا ريباراسيون. دونك تعطي كل ناتور داكتيفيتي وشنو هو الحاجه اللي انت على خاطرها قلت ناتور داكتيفيتي.
قلت لكم في الفيديو الثاني باش نشوفوا الكلاسيفي الكريتير الثاني دو كلاسيفيكاسيون اللي هو لا فورم جوريديك، نتقابلوا في الفيديو اللي بعده.